ضيفي على الهاتف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني عايز أعرف من حضرتك كيف رأيت الهجمات الإيرانية على إسرائيل بالأمس وردود الأفعال عليها من الجانب الإسرائيلي؟ يعني بداية عايزين نفهم وجهة النظر الإسرائيلية فيما يدور حولها. يعني من وجهة النظر الإسرائيلية في تقدير موقف يعني متفهم، هتقول ان اسرائيل دلوقتي محاطة من وجهة نظرها بما يسمى الخطر القريب اللي لازم تدرأه بمنتهى السرعة، لو تركته هيؤثر فيها بشكل كبير وبشكل يؤثر على اسرائيل من الداخل. هذا الخطر القريب ممثل في الأزرع الإيرانية او أزرع المقاومة، حزب الله، ضلع القدس اللي موجود في سوريا، الحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن. الحوثيين في اليمن دول بعيدين وان كانوا بيضربوا برضو بنفس الاسلحه. دول بيمثلوا خطر قريب، يعني مش ماهوش خطر اساسي انما خطر مزعج لابد من اسكاته. انما في بقى التهديد الاساسي والتهديد الاكبر لاسرائيل اللي لازم تتصدى ليه وبتتكلم عنه كل وقت وفي كل مكان، اللي هو النووي الايراني. وبالتالي في عملياتها اللي فاتت من السنة الماضية وهي بتحاول تستفز إيران بأي شكل عشان تاخد تكأة لضرب إيران في عمقها النووي الإيراني، وعشان تدخل معاها تضمن أن الولايات المتحدة هتكون معاها، لأن إسرائيل لوحدها ما تقدرش، بس عشان إسرائيل تجر معاها الولايات المتحدة يبقى لازم لها سبب على الأقل أنها بتوجه ضربة استباقية لإيران قبل أن تقوم إيران بضربها. الكلام ده كله من وجهة النظر الإسرائيلية. ولذلك إسرائيل قعدت تجر رجل إيران أول مرة لم في أول السنة لما عملت العملية اللي هي ضد القنصلية الإيرانية في سوريا، والرد جاء بشكل متفق عليه تماما، وسبقت إيران بالتنسيق مع تركيا، اتفقت مع الولايات المتحدة وعملوا التمثيليه الكرتونيه اللي شفناها. اسرائيل مش راضيه عن كده، انما امريكا هي اللي زي ما بنقول ماسكاها من خزامها زي ما بنقول. وبالتالي كان ايران او اسرائيل جت اخر مره بقى الاغتيال هانيه على الاراضي الايرانيه وبالشكل ده لاستفزاز ايران عشان كان المتوقع ان ايران لو فكر، لان ايران اساسا زي ما بتقول التقديرات الامريكيه انها خلال هذا العام بنهايته تكون وصلت او انهت امتلاك السلاح النووي، تكون وصلت للعتبة النووية وتستطيع ان زي ما نقول تردع اسرائيل، زي ما قلت ده نووي وده عنده نووي. طب انا عندي استفسار في النقطة دي سيادة اللواء، يعني هل ترى ان رد ايران اللي حصل بالامس على الهجمات، والحقيقة اللي جه بعد طول صبر استراتيجي ربما حضرتك قلت ان هو مع بداية العام عمليات استفزازية كثيرة لإيران من جانب الاحتلال الإسرائيلي، لكن هل يعتبر هذا الرد جاء بعد ان اطمأنت إيران على فكرة الملف النووي وإتمام هذا الملف لديها، ولا ممكن ما يكونش مرتبط بده؟ شوفي، ان لم تكن ايران قد اطمأنت تماما ان الملف النووي بتاعها اكتمل، لا يمكن تقوم بهذا العمل الا اذا كان هذا حماقه. لان الرد الاسرائيلي ده بفرض ان كل اللي حصل بالامس لم يكن تمثيليه كرتونيه، ما عرفناش لسه نتائجها كامله، لسه الصورة هتكتمل بالكامل. بس ربما سيادة اللواء الصور المرة دي التي أذيعت من خلال وسائل الإعلام ربما هي أكثر تأثيرا من أي مرة. أنا معاكي، بس لما تيجي إيران تعلن إن هي بلغت الولايات المتحدة قبل أن تبدأ هذه الضربة، أكيد بلغتها بتوقيت الضربة والأهداف صحيح اللي هتضربها، وأكيد الولايات المتحدة بلغت إسرائيل وإسرائيل استعدت، فما فيش واحد بيضرب عدو ليه وبيبلغوا كل هذه المعلومات. صحيح. فاحنا ننتظر حتى نرى حجم الخسائر حقيقيه، اذا كان هناك خسائر حقيقيه يبقى لازم اسرائيل هترد. ولذلك حتى الرد الاسرائيلي انها ترد في الوقت المناسب، مش ما قالتش رد فوري
بالشكل اللي كان منتظر. تخيل حضرتك ان الرد الاسرائيلي هيبقى في العمق الايراني ولا برضو من خلال الوكلاء اللي موجودين في المنطقة لإيران، سواء حزب الله او الحوثيين او العراق او حتى في سوريا. هي اسرائيل، لحظة واحدة بس عشان ما ايه، خلينا نكمل الصورة كاملة. دلوقتي احنا بقول اسرائيل، ايران ضربت واعتبرت هذا رد على اغتيال هنية واغتيال او قتل حسن نصر الله. حسن نصر الله تمام. كل ده خلاص. طب اسرائيل هترد تعمل ايه دلوقتي؟ منتظر الرد الاسرائيلي. فاحنا بنقول اما ان ايران فعلا صادقة والملف النووي بتاعها ما فيش قلق عليه فقامت بالضرب وهي مستعدة لرد الفعل الاسرائيلي والامريكي، او ان اسرائيل او ايران تصرفت بحماقه وبسرعه اكتر عشان لا تفقد اذرع المقاومه واللي ممكن يفقدوا ثقتهم فيها فمش هيساعدوها بعد كده او مش هيستمروا معاها. والا على طول اسرائيل دلوقتي حزب الله وداخله على سوريا بعديها على الحشد الشعبي، هتروح تضرب اليمن، لازم تقصقص الريش بتاع دول كلهم عشان تتفرغ لايران. ده اللي منتظر السيناريو الحقيقي اللي اسرائيل هتعمله، ان هي الاول باقصى سرعه هتضغط تماما عشان تنهي تماما اي خطر قريب، سواء كان حزب الله بالدرجه الاولى، ثم سوريا اللي هي بتضربها دلوقتي على طول وبتركز على اي قيادات ايرانيه موجوده على الاراضي السوريه، سواء كان في فلع القدس او من حزب الله او تبع الحرس الثوري وموجود في ايران. فهي لازم الاول تقصقص الريش بتاع الخطر القريب وتطمئن ان الخطر القريب انتهى، ثم توجه ضربتها الرئيسيه للتهديد الرئيسي للخطر الاكبر اللي هو النووي الايراني اللي نتنياهو بيتكلم عنه في كل محفل، الولايات المتحده نفسها بتتكلم، سايبين كل حاجه، سايبين غزه وسايبين لبنان، وحتى في مجلس الامن بيتكلموا عن ايران وعن النووي الايراني. الرد الاسرائيلي بقى هيكون على ايران في اساسا على البنيه التحتيه او كل المنشات النوويه بالدرجه الاولى تمام. اي ضربات اخرى هتكون لشغل المواجهه، لشغل ايران، اذا كانت تضرب منشات بتروليه، تضرب اي اهداف اخرى، ولكن التركيز هيبقى على الضربه على ايران في المنشات النوويه بمسانده كامله من الولايات المتحدة دون أن تتدخل الولايات المتحدة مباشرة. إذا كان في نية للولايات المتحدة أن تتدخل مباشرة ضد إيران، اللي نعرفه من تاريخ الولايات المتحدة دائما أن تقوم بعمل حشد دولي، بتدعو إلى حشد دولي عشان تواجه الخطر الإيراني صحيح. وده اللي هتعمله الولايات المتحدة. غير كده عشان ما تدخلش في مواجهة هتدعم إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة، من معلومات، من أسلحة عن بعد، ولكن لن يكون هناك مواجهة أمريكية، لأن المواجهة الأمريكية قد تؤدي بقى هنا لإيه؟ صحيح. بالضبط، هتبقى أمريكا مع إيران زي روسيا في أوكرانيا، وده بقى واحدة بواحدة، وكلهم يقاتلون بالوكلاء صحيح. ولن يكون هناك مواجهة على الإطلاق بين لا روسيا والولايات المتحده ولا الولايات المتحده والصين. لن صحيح. تكون هناك على نطاق اي وجه بين الدول النوويه والا دي بدايه النهايه. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك.